Judges, are we ready? Senor Roberto?
إذن سيداتي وسادتي على أرض الميدان، المهرات أقل من سنة لـ24 يتنافسنا على أول 5 مراكز. 24 Philly Falls in the arena, fighting in a nice way over the top 5 positions. Our Philly Falls are exiting the arena, ready to make an entrance individually to be voted on by our judges. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين قنوات الكأس الرياضية الكرام، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في هذا اليوم.
كانت المهرة رقم 73 آخر المتنافسات لهذا الشوط، ونستقبل جميع المهرات للتحكيم. يصوت الحكام على المهرات 24 لفئة 1C، مهرات عمر أقل من سنة. Philly Fall number 73 was the last participant for Class 1C. We're currently witnessing all the fillies coming in to be voted on for the top five positions by our judges. A reminder that this is a voting session, not a scoring session. على أرض الميدان آخر المتنافسات من المهرات عمر أقل من سنة Class 1C. In the arena we have the last participants for the Philly Falls from Class 1C.
نشاهد على أرض الميدان آخر المهرات أقل من عمر سنة يتنافسنا لبطولة 1C لبطولة قطر المحلية 24 لجمال الخيل العربية الأصيلة. يتم التصويت من قبل الحكام وتحسب النتائج على أول 5 مراكز لهذا الشوط. In the arena, we have the last of our Philly Foals for Class 1C. For the 24th Qatar National Arabian Horse Show for season 2021-2022. The judges will be voting and not scoring the fillies, and the top 5 positions will be announced once the votes are counted. Looks like our judges are done with their voting. We welcome them back into the designated area. Thank you, judges. Thank you, handlers. Thank you, Philly Foals from Class 1C. إذا ينتهي الحكام من تحكيم المهرات عمر أقل من سنة لشوط 1C بانتظار حسب النتائج وإعلان أول 5 مراكز تتباع بمراسم التتويج. This program is تنويه لملاك المركبات التالية من فئة تويوتا لون أبيض. مركبة رقم 5457333 و8386826 يرجى تحريك المركبات من أمام الإسطبلات لو سمحتوا. Please and thank you. May we please have the proud owners of white Toyotas with plate numbers of 545733 and 838626 move their cars from in front of the stables, please and thank you. نطلب مرة ثانية من ملاك سيارات تويوتا لون أبيض رقم 545733 و8386226 يرجى تحريك المركبات من أمام الإسطبلات لو سمحتوا. Once again asking the proud owners of Toyota cars colored white
with plate numbers of 545733 and 838626 to please move your cars from in front of the stables. Please and thank you. تم حسم النتائج لأول خمس مراكز وهي كالتالي: في المركز الأول لحويلة الشقب للشقب عضو مؤسسة قطر، في المركز الثاني نورا كي ال للمالك مربط كحيل، في المركز الثالث كتارا كي ال للمالك مربط الكحيل، في المركز الرابع لولوة العبية للمالك مربط العبية، وفي المركز الخامس دوحة مضر اتش في بي للمالك الشيخ حمد بن علي الثاني. ألف مبروك للمهرات الفائزات، ترقب مراسم التتويج بعد لحظات.
And the scores are in first place. We have Lihwela Shaqab, filly number 52, owned by a Shaqab member of Qatar Foundation. In second place, we have filly number 72, Noura KL, owned by Khail Stud. In third place, filly number 73, Katara KL, owned by Khail Stud. In fourth place, Lulwat Al-Abaya, number 64, owned by Al-Abaya Stud. And in fifth place, Doha Mazar HVP, number 52, owned by Sheikh Hamad bin Ali Athani. Congratulations to the winners. Stay with us as we prepare for the award ceremony coming up in a few moments. إذن سيداتي وسادتي نستقبل على أرض الميدان المهرات الخمس الفائزات ونرحب بملاك هذه المهرات للانضمام إليهن لمراسم التتويج. يتوج الفائزين السيد عبد الله سعيد الخيارين. في المركز الأول المهر رقم 52 لحويل الشقب للشقب عضو مؤسسة قطر، ألف مبروك. في المركز الثاني المهر رقم 72 نورا كي ال لمربط الكحيل، ألف مبروك. وفي المركز الثالث المهر رقم 73 كتارا كي ال للمالك مربط الكحيل، ألف مبروك. في المركز الرابع المهر رقم 64 لولوات العبية لمربط العبية، ألف مبروك. And last but not least, في المركز الخامس المهر رقم 53 دوحة مضار HVP للمالك الشيخ حمد بن علي آثاني.
ألف مبروك للفائزات الصغيرات الجميلات، ألف مبروك لملاك هذه الجميلات، ونشكر السيد عبد الله سعيد الخيارين لتتويج الفائزين. سيداتي وسادتي، لحظات ونستأنف مع الأمهر عمر أقل من سنة. We will be starting